إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، هذا البث المباشر العاجل. إذن كيف ما كتشوفوا الظلام الدامس كيسيطر على حي سيدي معروف. حي سيدي معروف حاليا كيغرق في الظلام، دابا حاليا طلع سعد المكانة تقريبا، راه بقى تقريبا ربع ساعة بالحساب وما مكملاش، وغتكمل ساعة باش مقطوع الضوء في حي سيدي معروف، وباقي الحدود ساعة ما رجعش. الغريب في الامر مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في هو انه قبل لحظات كانت كما كتشوفوا امامنا واحد القاعه ديال الافراح اللي حتى هي كانت عليها الضوء، بعد دقائق ميم با واحد 5 مينيت كان رجع لهم الضوء، والناس كملوا الحفل ديالهم كيف ما كتشوفوا عادي. دابا عاد سالا ودابا عاد الدقائق هذه، وبينما ان ولاد الشعب بحال اللي كنقولوا ولاد الشعب، يعني ولاد الدراوش، ولاد الشعب اللي للاسف المواطنين العاديين المواطنين البسيطين مازال بلا ضو. يعني شوفوا شحال الوقت داز دابا، تقريبا بحال اللي قلت لكم راه دابا طلع سعد المكانه وباقي الحي سيدي معروف كيغرق في الظلام. دابا اللي عنده شي حاجه في الثلاجه، اللي عنده شي حاجه في الفريكو راه ضاعت له، اللي عنده شي خير راه مشى ليه. ديجا الواحد مقصح، كلشي غالي، والواحد كيبقى شحال كيجمع باش يجي ويدخل ديك السخيره لوليداته. دابا الا عنده شي حاجه راه خسرت ليه. الا ديجا كاينين بعض الناس اللي هنا في هذا الحي هذا اللي كيتشكاو اصلا من الفواتير ديال الضو من المؤسسه المهنيه اللي اصلا كتجيهم غاليين. كاينين اللي كيكونوا مثلا سادين الديور ديالهم وكيكونوا غائبين واحد المده طويله على الديور ديالهم، باش كيجيو كيتفاجئوا انه الضو. حيت دابا حنا في هذا الكارتيه هذا كاين هنا المؤسسه خاصه بالماء ومؤسسه خاصه بالضو، دونك هنا دابا حنا كنهضروا على المؤسسه المعنيه بالامر، اللي معنيه بهذا الامر ديال الضو. للاسف انتم كتشوفوا، شوفوا الظلام، شوفوا العمارات، ديجا الناس كيخلصوا فواتير، كاين البعض اللي كيخلصوا فواتير اللي ربما ما هما اصلا ما كيوصلولهاش. كيف ما قلت لكم كاين الناس اللي حقا كيكونوا ما كيقيدوش كاع في ديورهم، كاين الناس اللي كيكونوا مثلا شادين ديورهم فاش كيجيو كيتصدموا في الفاتوره شحال واصله ليهم. دابا شوفوا معنا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في، شوفوا الخدمات هذه المؤسسه، شوفوا كيف خلات واحد الحي في هذا النهار اللي هو يوم السبت اللي كيعجبوا من العائله، كيجلسوا مع عائلتهم، كيجلسوا مع وليداتهم، كيجلسوا يجمعوا، كيجلسوا يتفرجوا، كيجلسوا واحد شنو عند البروغرام ديالو السبت. كيقيلوا الواحد كيقيل خدام الله يحسن العون، كيبقى خدام الاسبوع كله كيتسنى ديك السبت يتجمع فيه مع عائلته، جلسوا على واحد الطويله، جلسوا مع بعضهم، ولكن للاسف ولا حول ولا قوه الا بالله فجوا انهم يجلسوا ويسهروا مع بعضهم هذه الليله، كيجبروا ان الضوء انقطع. دابا كيف ما قلت لكم مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في، ما هي الا دقائق قليله معدوده وغادي نوصلوا ان شاء الله لسعد المكانه والضوء مقطوع. تخيلوا ان سعد المكانه، الناس اللي عندهم الخير، اللي كل واحد شنو عنده المسائل ديالو، اللي باغي يخدم في داره، اللي باغي يرتاح، اللي باغي يتفرج، اللي باغي يجمع وليداته حداه، اللي عنده الخيره ديالو مخبعه في الثلاجه، راه كلشي ضاع. سعد المكانه اللهم ان هذا منكر. وتخيلوا معنا سيداتي وسادتي مشاهدين ومتتبعين قناه شوف تي في، انه لحد الان الوكاله ما كاينش مع من تجاوب. هنايا ساكنه دابا عاد شويه كانوا خارجين كيغوتوا في الزنقه، خرجوا كيحيحوا اللهم هذا منكر شنو هادشي هذا، كيحاولوا يتواصلوا مع الشركه المهنيه، ولكن للاسف ما كاينش شي حد يجيب. ربما انه اللي مشاو بحالهم ينعسوا في ديورهم، ربما الخطوط ربما مشغوله بالقياس، عياو الناس كيعيطوا، عياو الناس كيتشكاو، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. والغريب كيف ما قلت لكم، شوفوا معنا قاعد الافراح دابا عاد كانت حتى هي زعما محيحة بخير وعلى خير. دابا نيت قد دقائق، واحد جوج دقائق قبل ما طلق الله توقفوا سالاو بحكم الساعة ديالهم طبعا نتوما كتعرفوا. ولكن الغريب في الأمر كيفاش أن القاعد الأفراح أنك تقطع عليها الضوء ما كملاش خمسة دقائق وترجع لهم، وبعد دقائق أنك يعني بينما الناس المواطنين مازال في الظلام. شوفوا الظلام مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، شوفوا الظلام سيدي معروف كيغرق في الظلام، ولكن للأسف الشديد الشركة المعنية والمؤسسة المعنية في سبات عميق. ربما المسؤولين ناعسين، دابا ناعسين في ديورهم، ناعسين جالسين مع وليداتهم بخير، ولكن ولاد الشعب والمواطنين للأسف الشديد ما حتى شي حد ما رد لهم البال. سعد المكانة هما جالسين في الظلام للأسف. لو اننا مثلا نقولوا ان عندهم مشكل، ربما كان عليهم ان اولا يعلموا الناس، يعلموا الساكنة
النهاية هاد المواطنين ما كتعطيهمش خدمة، ما كتقدملوش هاد الخدمات فابور، وإنما كتقدم اليوم هاد الخدمات بالفلوس مؤدى عنها كل شهر، كيأديو عنها واحد المبالغ اللي طائلة، واحد المبالغ اللي كتكون كبيرة. كل شهر كيجيو هاد الناس كيأديو لك واحد الفواتير اللي خيالية، ومع ذلك ما كديرش بحسابهم وكتجي في أي ساعة. عفوا مشاهدي، عفوا نعتذر عليكم على هذا الانقطاع السريع. كيف ما قلت لكم يعني جات كتأدي يعني هاد المواطنين كيجيو كيأديو على الخدمات ديال اللي كتقدم لهم بالضبط، ولكن للاسف فاش كتجي انت تقطع عليهم هاد الضو هذا ولا هاد الخدمات ديالك، يعني ما كاينش بدون سابق انذار انك تجي وتقول لهم عافاك زعما راه غادي نقطعوا راه شنو. كتعلموا قبل الناس كيعملوا احتياطات ديالهم، لربما يشريو الشمع، لربما ينعسوا وليداتهم بكري، راه الله يحسن العون. راه الواحد كيجي وخدمته مهلوك كيبغي يرتاح، راه السبت هذا وتقطع الناس ساعات المكانه، ساعات المكانه. دابا باقي سيداتي وسادتي مشاهدين متتابعي قناه شوف تيفي، باقي دابا حاليا نقدر نقول لكم باقي 7 دقائق بالضبط وغتكمل ساعات المكانه. ساعات المكانه على انقطاع الضوء في سيدي معروف، حي سيدي معروف. ها انتم كتشوفوا احنا مقابلين مباشره هاد قاعد الافراح اللي الله اعلم شنو السبب وكيف ذلك انك تقطع الضوء على حي كله وتخلي واحد الحي وتخلي عفوا قاعد الافراح نشطانه وبخير كتنشط كدوز السبت ديالها عايشين الناس بخير. الله يا ودي، واحد اخر المواطنين احنا ما زعما ما نشوفوش لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، هذا واحد نداء عاجل ومستعجل للشركه المعنيه انها سبحان الله درجع. اذا مشاهدي واش متابعي قناه شوف تيفي، بعد ساعات المكانه انتوما دونك ها هو اللي كيبان لكم. اذا بعد ساعات المكانه وبعد لايف شوف تيفي طبعا وعلى الهواء مباشره، ارجع الحمد لله الضوء مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي سبحان الله، ساعات المكانه والحي بدون ضوء. شوف تيفي قناه الشعب اللي دائما كتوصل صوتكم، كتوصل المعاناه ديالكم طبعا فيما كتحتاجونا كتلقاونا. شوف تيفي اللي ديما كترفعوا الصنات كترفعوا التليفون الو بغيناكم كنحضروا معكم في اي ساعه، جينا وصلنا الصوت ديالكم، وصلنا المعاناه هاد الساكنه سيدي معروف اللي ساعد المكانه وهي بلا ضو، اللي ساعد المكانه وهي ما قدراش تجلس مع عائلتها وتفرح بولادها وتحتفل بهذا اليوم السبت. ساعد المكانه والخير اللي عندها في الثلاجه ضاع ليها، ساعد المكانه وهي جالسه في الظلام ما عندك لا شمع لا حتى شي حاجه وما عملاش في الاحتياطات ديالها. ساعد المكانه عفوا وهي كتحاول تتصل بالشركه المعنيه ولكن للاسف ما كيحاولوش انهم يجاوبوا، ما كاينش لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معنا الدرجة الحي ها هو الحمد لله ضوى شويه، كذلك الشارع ها هو رجع فيه الضوء كيف ما كتشوفوا. اذا الحمد لله والشكر لله. اذا بعد لايف شوف تيفي عاد الضو من جديد الى سيدي معروف، والله يضوي علينا والله يضوي على الجميع ويخلي ايامنا كلها مضويه ان شاء الله يا ربي. اذا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تيفي كنتوا معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، الحمد لله وصلنا الصوت واحد حاجه كتفرح يعني حلينا لايف عن حسن نيه اننا قلبنا محروق على هذا الحي هذا، على هاد الناس هادو، على سكان هذا الحي سيدي معروف. فالحمد لله يعني شحال دابا حنا في اللايف، دابا راه ما كاملاش دابا 9 دقائق الحمد لله من اللايف ديال شوف تيفي، رجع الضوء على الهواء مباشرة معكم سبحان الله. إذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي كنتوا معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، مع السلامة، تهلاو في راسكم والله يصبحوكم على خير وفوجوا إن شاء الله في هذا الويكاند ديالكم، مع السلامة.